هنا هدف انبي احرزه، هنا مش باين لنا اي صوره. رامي مساعد صبري الحكم رقم 2 شريف عبد الله. بس يعني احنا الكره دي مهمه تمام، والتصوير. طب معلش بقى يا جماعه بعد اذنكم، يعني احنا محتاجين برضو الخطوط اللي انا طلبتها من حضراتكم عشان برضو بس نوضح لحضراتكم، نوضح للناس قد ايه ان الكره دي واضحه. هي صعبه، كره صعبه جدا طبعا في اطار الكرات الصعبه يا كباتن، وحضراتكم مشاركين معايا في هذا الموضوع. بس كابتن اسلام معلش يعني عاوز يعني اوضح حاجه، احنا مش محتاجين الخطوط. يعني ايه مش محتاجين؟ يعني مش محتاجين خطوط الكمبيوتر يعملها او الاعداد. ليه يا كابتن؟ يعني عشان ما نخشش بس في قصه خطوط وهميه وخطوط أنا مش عارف. انا اللي بعمله يا كابتن اسلام او المعد اللي بيعمله. احنا عندنا في خط واضح، يعني انا هسال حضرتك سؤال، وكابتن اسامه وكابتن ماهر وكابتن شريف، هو سؤال بسيط بس. بدايه انا عاوز اقول لكم ان حكم المساعد مش واقف مع اخر تاني مدافع. يعني المفروض يقف مع اخر تاني مدافع. يعني ايه تاني مدافع؟ اللي هو اخر لعيب من لعيبه النادي الاهلي. هي دي النقطه السلبيه عند شريف. بالعكس انا شايفه ان هو واقف مع المفروض يا كابتن تاني مدافع. لا، مع اخر تاني مدافع الاحمر اللي هو جوه الدايره اللي هو ده. هو واقف بالظبط، هتبقى بعيده تمام. هو السؤال هنا يا كابتن، هنسال سؤال سهل، واعتقد لو حد بيتفرج علينا وعاوز يفهم الوضع من السؤال اللي انا هساله والاجابه بتاعته. نعم. هنا ممكن نرجع لحظه واحده بس يا كابتن سمير لو سمحت. ارجع كشه كده قبل طلوع الكوره. فريم ورا قبل طلوع الكوره. هتقدر؟ اتفضل يا كابتن. لا مش دي، اللي بعدها. هو جاب اول لقطه سريعه، اول لقطه بالظبط. طيب اهو بس. لا كمان سنه بس 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 بس. لا ارجع سنه بس بس. هي دي. انا هسال سؤال يا كابتن من غير خطوط. احنا عندنا خط ال 18 مظبوط. بس يا سمير لو سمحت، خط ال 18 انا هسال سؤال لحضرتك والكباتن. لو الاحمر لابس احمر اقرب لخط ال 18 هتبقى الكوره سليمه، هدف سليم مظبوط. ولو الازرق هو اللي اقرب لخط ال 18 هتبقى الكوره دي هدف تسلل مظبوط. حضرتك كابتن ماهر شايف مين اللي اقرب؟ الازرق اقرب. كابتن اسامه لاعب انبي طبعا. كابتن شريف اوف سايد. الازرق هو اللي اقرب. الازرق اقرب. الكره سهله سهله بالمنظر ده، سهله. هي صعبه على الحكم، الحكم جابها يعني ايه بتوفيق كبير، يعني مساعد الحكم شريف ربنا بيوفقه في كره زي دي، ما عملتش مشكله تمام. انما من بص احنا بنحلل بقى، بالنسبه لنا دلوقتي خط ال 18 هو الاساس، مش محتاج خطوط. يعني حضرتك تقصد ان هنا بس بس ثانيه واحده، هنا المسافه هنا اقرب من المسافه دي. بالظبط كده، صح كده. يعني انا كابتن عندي هنا خط ال 18، خط ال 18 تمام، وعندي في لعيب احمر وفي لعيب ازرق. نعم. اللي مسابق يعني لو الازرق هو اللي مسابق يبقى الكره تسلل. جسمه سابق كمان. جسمه سابق، جسمه يا كابتن اسامه ما عدا دراعه. يعني لو دراعه هو كان طالع. لا ليه؟ انا الدراع ما ينفعش احرز منه هدف. مظبوط. انما بايديا برجلي براسي ممكن طبعا احرز من هدف. اما نيجي نلعب، اما نيجي نكمل كره زي دي يا كابتن اسلام، واللعيب اللي هناك هو اللي جات له الكره ولعبها، يبقى لازم يعاقب على كونه في موقف تسلل. وطبعا الهدف اذا هدف ملغي صحيح للنادي الاهلي وتميز لطاقم التحكيم. هدف ملغي الانبي. هدف ملغي للانبي يعني، وتميز لطاقم التحكيم وخصوصا المساعد، على الرغم من هو لم يكن بالظبط، بس هو يعني موفق في كره زي دي. موفق 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 جدا. ونعيدها تاني بعد اذن كابتن اسلام، الخط ال 18 سهل، يعني اي حد بعد كده يحط خطوط مش محتاجه خطوط. الكره دي تحديدا مش محتاجه طبعا، لان احنا عندنا خط سهل اللي هو خط بتاع المباراه، هو موجود خط ال 18 موجود، وبالتالي هو مؤثر. هو اقرب اللعيب بتاع الازرق، هو اقرب لخط ال 18. طيب اذا الحاله اللي احنا كنا منتظرين ان احنا نقول فيها كلام كتير، احنا قعدنا نحط خطوط ونطلع خطوط. طب ما كنت قلت لي من الاول، ما عشان تبقى مفاجاه في الملعب، عشان تبقى مفاجاه في الملعب. كابتن كابتن فاجئنا كابتن اسلام، الهدف انبي عايز بس اشوف اللعبه اللي قبل الهدف اللي اتحسبت فاول من بره ال 18. هدف انبي هات لنا هدف انبي. لا هدف انبي بقى الاول. سمير عثمان موجود معانا.